ايوا يا المشاهدين، وهاد الحلقه جايبين لكم فيها العثماني، وانتم عارفين السيد هاد الايام ولا كيف ارتك المجامع كيكون صحه سلام حتى كتخرج ليه شي كلمه ما هياش. المهم في هاد الحلقه لا قدر الله وخرجت ليه شي كلمه، لا بريغاد و36 راه ماشي مسؤولين، احنا علمناكم. سي العثماني، اش بتك اخويا بدلنا هاد رمضان بالبيض ومساهليه لينا بالمرأة القروية؟ لا لا، انت خاصني ندير لك السكانير لذاك المخ باش نعرف شنو فيه. ودي الله يهديك السي لابريكاد، واش ما بقى حل تيدير زلات اللسان؟ واش حنا ما تفكيناش معاك حتى في الزلات الاخرين اللي دايرينهم لينا في القطاعات الاخرى؟ زايد لينا زلات اللسان تا هي، واش باغي تسطينا؟ ايوا اسيدي، راه اللسان ما فيه عظم، انت راه لسانك فيه الزراوط. واش بعدا جايني معطل انا داير معاك الحراش؟ راه داير معاك العشرة استاذ. لا لا راه العشرة سي لابريكاد، ياك ما نقصتيش ساعة. واش باغي تحمق تحصيلتي؟ اسمع سي لابريكاد، دابا حنا كنا في الساعة القانونية، من بعد زدنا ساعة، هذيك الساعة اللي زدنا حتى هي رديناها قانونية، فاش جا رمضان عاودنا نقصنا ديك الساعة، ورجعنا للساعة القانونية اللي كانت قانونية، ودرنا ليها نوض، ورديناها غير قانونية، فهمتي؟ راه اللي ماشي قانوني هو التبرهج اللي كديروا وقاسين تلعبوا لنا في الموريات. رمضان هذا أستاذ، راه خاصنا نقصوا ساعة باش المواطنين يفطروا بكري. سول الناس واش باغيين يفطروا مع 7 ولا 8، الناس راه ما كرهوش يفطروا مع 12. ايوا شتي، انا راه كنفكر لكم. الا كنتي كتفكر لنا الشريف نقص لنا في الاسعار ماشي في الساعه. اسمح لي اسي لابريكاد، انا كنعرف نقص غير في الساعه. ياو تزيد في المعيشه. واحد البصله ما دارت الكرون هاد رمضان، صلاه ماروكا بلاص كتقاو لنا ب 12 درهم. ولا 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 ما تزيدش فيه، وراه انت اللي زدتي فيها. انا زدت في البصله بالعالي، راه المغاربه بزاف كياكلوا وما كيغسلوش فمهم، وكيمشيو للمسجد فيهم ريحه البصله، وانا باش ما نجيهمش فاس ونقول لهم غسلوا فمكم غليت عليهم البصله، ولكن راني تهلات في المواطنين بالبيض. يا كبانا، حنا راه ما خصناش البيض، حنا راه خصنا الفلوس باش نشتريو البيض. ايوا بغيتوني ندير لكم جوج خدمات، نوفر البيض ونوفر فلوسو. انا راه حسبت المواطنين وحسبت البيض. ايوا ولقيت كاين الاحتياطي ديال البيض، غتكون 80 مليون بيضه ل 40 مليون مغربي، يعني جوج بيضات لكل مواطن.